سميتي نورا فارسة في تبوريدة، واليوم كشارك في موسم مولاي عبد الله أمغار عصربت بالفاضلة غنية عن التعريف، وكنت منكم في المستوى هادشي اللي كاين. كيجيك الموسم؟ زوين الحمد لله. كم حنا كنتواجدوا في مولاي عبد الله بني مغار الصربه ديال محمد العيشي جمعيه النصر اللي ود عايشه. الحمد لله داكشي في المستوى، تنظيم محرك مزيان مرشوش، كاين الماء الخير اللهم بارك. السلام عليكم. كاين شي بارود؟ خير موجود، بارود هو اللي كاين. كيفاش كاين الموسم كيتطور من عام لعام؟ نعم اسيدي، الموسم كيتطور من عام لعام. موسم راه مولاي عبد الله معروف اغاني على التعريف، راه موسم عالمي اكبر. المشاركه تاخذ كاين فراج ولا ما كاينه؟ فراج، راه كاينه منافسه قويه، راه كاينه منافسه الصربات اللهم بارك. هنا تيدوزوا ما بين الجهات لدار السلام. احنا اليوم انطلاق الفعلي ديال تبوريده وديال الموسم ديال مولاي عبد الله. البارح كان عندنا الاحصاء، وفعلا كنا قلنا بان غتكون هذه الدوره ديال تحطيم الارقام القياسيه. فعلا البارح حطمنا رقم قياسي من عدد السراب، وحطمنا رقم قياسي من عدد الخيول، من عدد الزوار ايضا، لانه ما عمرش الموسم ديال مولاي عبد الله يوم الجمعه ولا يوم السبت مملوء عن اخره. الحمد لله الناس مستحسنين، كل شيء فرحان، كل شيء لاقي ما يبغى. الفضاء الحمد لله نقي نظيف، الامن والامان. انتم كتشوفوا الاخوان ديال القوات كلهم قايمين بواحد العمل كبير. داكشي كلشي اللي كنا رتبنا ليه ها هو الحمد لله كنشوفوه في عين، كنشوفوه امامنا في الواقع، ونتسناو ان شاء الله الايامات الجايه ان شاء الله. كتوصل عدد الزوار؟ حنا ان شاء الله كنتمناو نوصلوا 4 مليون زائر. 4 مليون زائر. تحطيم رقم قياسي. انا العام اللي فات وصلنا 3 مليون ونص، هذه السنه كنطمحوا باش نوصلوا 4 مليون ان شاء الله. معك عبد الله منير، جماعه القواسم اولاد فرج اقليم جديده. موسم في المستوى هذا العام ان شاء الله، في المستوى موسم غادي كيتطور سنه بعد سنه. وتنشكروا هاد الناس اللي منظمين الموسم، منهم رئيس جماعه مولاي عبد الله السي مولاي المهدي الفاطمي، وكنشكروا هاد الناس اللي ساهرين على الموسم والحمد لله. الله يرزق السلامه للجميع. عبد الله الحمد لله هذاك الشيء من قديم ومن الجدود الى الاباء مازال حنا كنركبوا، شي عنده تاريخ. ولدتي الابناء ديالك؟ تمام، معايا ولدي راك معايا.